الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. 25 سنة كاملة تمر اليوم عن مقتل الرئيس محمد بوضياف. الذكرى تعود ويعود فيها نجل الرئيس المغدور بقرار تغيير هيئة الدفاع عن قضية اغتيال والده. نصر بوضياف يؤكد أن المحامي الذي عينه سابقا لم يفعل شيئا في القضية. ما تفهمناهاش من الله بيان سور. لا ما 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 كاينش باش لافوكات تاع العميل تاع هذاك ما تفهمناش دونك ما 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 دار والو. ما داش خدمة تاعو دونك غنشونجي لافوكا ان شاء الله. ورغم أن نصر بوضياف لطالما دافع عن خيارته في اللجوء إلى العدالة لإعادة التحقيق في اغتيال والده، إلا أنه يؤكد هذه المرة أن كشف المتورطين لم يعد مهما بقدر ما يهم إعادة بعث مشروع الرئيس المغتال. هذا المشروع شعاره الجزائر أولا وقبل كل شيء. En mettant fin au système qui a bloqué les potentialités, nous sommes rassemblés aujourd'hui, non pas juste pour commémorer le lâche assassinat de Mohamed Boudiaf, mais pour relancer son projet pour lequel il a été lâchement assassiné. Boumarafi n'est même pas l'assassin de mon père. Certains des instigateurs de l'assassinat sont maintenant devant le Tout-Puissant pour répondre de leurs crimes. بوضياف الذي تعلق به الجزائريون كثيرا لب نداء الوطن وعاد إلى الجزائر بعد 30 سنة غياب. عودته جاءت في أعقاب استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992، آمال كبيرة علقت على سي الطيب الوطني لإرجاع الجزائر إلى الطريق الصحيح أنذاك. لكن هيهات، أيدي الغدر لم يرق لها مشروع الرجل الطموح. 6 أشهر كانت كافية لاختيار طريق القتل ضد صاحب مقولة الجزائر أولا وقبل كل شيء. أعداء الجزائر أرادوا في اغتيال بوضياف أمام العالم إبقاء الجزائر متأخرة. ها هي السنوات تمر والتصريحات تتعدد، لكن قضية مقتل بوضياف لن تنسى.